أنيس حاج موسى الوفد الجديد للمنتخب الجزائري، لاعب من أصول جزائرية خطف الأضواء وأبهر الشارع الرياضي بطريقة لعبه ومهاراته الفنية العالمية فوق المستطيل الأخضر في الدوري الهولندي رغم صغار سنه. ولد في 11 فبراير عام 2002 بباريس، وبالتحديد في دائرة 19. بدأ مسيرته الكروية من نادي لانس الفرنسي الذي أسهم في صناعة عدة نجوم عالمية كاللاعب المالي سيدو كيتا، السنغالي الحاج ضيوف، والفرنسي رافائيل فاران، قبل أن ينضم الموسم الماضي لنادي أولمبيك شارلوروا البلجيكي، أين خاض تجربة جيدة وسجل فيها 9 أهداف وسبعة تمريرات حاسمة. في سنة 2023 انتقل إلى نادي باترو إيسدن الناشط في الدرجة الأولى لبروليغ البلجيكي، قبل أن يعيره الأخير في صفقة المفاجأة لنادي فيتيس أرنهايم الهولندي، أين برز فيه بشكل ملفت. خاض اللاعب 4 مباريات من خلال هذا النادي، حيث سجل هدفا واحدا وبات بمثابة النجم الصاعد في فريقه الحالي، كما تلقى إشادة كبيرة من طرف لاعب كرة القدم والمدافع السابق الهولندي كيس لويجيكس، الذي اعتبره أنه لاعب ذو مستويات عالية. عرف أنيس حاج موسى بحبه وتعلقه بالجزائر والمنتخب الوطني منذ الصغر، كما صرح سابقا بحلمه تقمص ألوان الأفناك الجزائرية والبصم على مشوار مميز. كان يتابع كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب الجزائري، بدليل أنه لم يهضم إقصاء الخضر من التأهل إلى كأس العالم أمام الكاميرون سنة 2022. مثاله الأعلى في كرة القدم العالمية هو اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، ويعتبر من أبرز المناصرين لعميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر. استدعي حاج موسى لأول مرة للمنتخب الجزائري من قبل المدرب الجديد للخضر فلاديمير بيتكوفيتش للمشاركة في تربص شهر مارس المعني بدورة الفيفا. لقبه المتابعون بشبيه قائد الخضر رياض محرز، خاصة من الجانب الفني لحد كبير إلى جانب لعبه في نفس مركزه كجناح أيمن، وسبق له أن اختار الجزائر منذ الصغر، وتمثيله الخضر بالفئات الشبانية في مناسبتين مع المنتخب الأولمبي الجزائري. فهل سيكون أنيس حاج موسى خير خلف لخير سلف؟